يلا اللي بعده. يا قلبي أنا الفنان الراحل يوسف شاهين، ده روح قلبي من جوه، الله يرحمه، أحبه، تعلمت منه كتير جدا جدا. وتعلمت منه ان انا مش صح. نصحك قال لك ما تبطليش إن تمثيل صح. انا تعلمت منه ليه؟ ان انا صح. اللي انا عملته في مسيرتي وكده زي ما تقولي كده، قال لي انت صح، حلو قوي اللي انت بتعمليه. ومثلت بعد، يعني عملت دراما وعملت مسرح. ما كملتيش ليه يا لطيفة في السينما؟ لانه للاسف السينما اللي بيتعرض عليا مش حاجات اللي انا بتمنى اعملها. او ما تناسبكيش، يعني انا شايفه ان الدراما واخده وضعها اكتر من السينما دلوقتي. اللي بعده.